أن تحذروا، يجب عليكم أن تتنبهوا، إن الناس يخططون إلى بعيد، وليس هذا الأمر بقريب بل من زمان قديم، وهم على هذه الحال كما قال أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى. أسمعتم أحدا منهم يسب أبا جهل، يسب أبا لهب، يسب فرعون، يسب هامان، قارون، السامري، أيسب النمرود؟ ما سمعنا بهذا ولا قرأناه في كتبهم، مع أن أولئك كفرهم صريح وفعلهم شنيع، نص الله على كفرهم ونص النبي على ذلك، وقال عن أبي جهل فرعون هذه الأمة، ومع هذا لا يسبونهم ولا يتكلمون عليهم، بل لا يسبون إبليس ويسبون هؤلاء. ما جريمتهم؟ ما صنيعتهم؟ بماذا تكرهونهم؟ لأنهم نقلة القرآن والسنة، يحسدونكم على ما عندكم من الخير، ما عندهم أسانيد للقرآن، ما عندهم أسانيد للسنة. أسانيد القرآن والسنة ينقلها أهل السنة والجماعة، هم يريدون الطعن في الكتاب، يريدون الطعن في السنة، يريدون دينكم، لا يريدون الصحابة، يريدون الدين الذي نقله الصحابة رضي الله عنهم.